انا مش قادر يا يوسف بصراحه. ورق عنب بالكوارع في رمضان؟ في رمضان مش ممكن، مش ممكن. يوسف بيعمل اعمال غريبه في رمضان. يلا كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. عايز قبل ما نبدا نتكلم في الفقرات بتاعتنا النهارده، كنت بعمل عمليه اصلاحات وترتيبات وصيانات في العربيه، وبعدين بعد ما خلصت الحاجات دي قلت لا بقى كده خلاص ما بديهاش، احنا الواحد يسلي صيامه واطلع ايه اغسل العربيه. فخدتها طبعا، استشرت مستشاري العظيم صديقي وزميلنا العزيز سعد عطيه المصري، اسم على مسمى سعد المصري، اسمه جميل نحب اسمه قوي. المهم فعم سعد قال لي بقى بص العربيه تتغسل في محطه مش عارف ايه اللي في المريوطيه. رحت العربيه دي اتغسلت غسله انا في حياتي ما شفت حد بيغسل بالضمير ده، تحديدا عم ممدوح. عم ممدوح ده حكايه، لان انا قعدت بقى ايه ادردش معاه كده في السريع. عم ممدوح ماسك عماره على رايه، قال لي ماسك عماره في ناحيه فيصل. قلت له قال لي بواب يعني؟ قلت له حلو جميل. قال لي اصل انا بقى ايه، قلت له طب وبعدين انت ازاي بتوفق الشغل يعني يا عم ممدوح؟ قال لي بص يا باشا انا اصحى الصبح بدري، انا بحكي لك القصه دي عشان هقول لك العبره في النهايه. قال انا بصحى الصبح بدري جدا، يعني عم ممدوح بيصحى في رمضان، في رمضان الساعه 6:30 7 ينظف العماره ويغسل السلالم ويظبطها ويروق عليها طبقا لتعبيره، ويظبط العربيات بتاعت السكان وتتلمع وتتنظف وتبقى كريستاله. بعد كده ياخد بعضه ويروح على محطة البنزين اللي في المريوطية، يبدأ يشتغل في غسل العربيات بضمير فائق. في حياتي ما شفت حد بيغسل عربية كده والله العظيم. حلو، وراجل طيب ودمه خفيف ومش كثير الكلام، يعني أنا اللي بنكشه علشان نتكلم. وبعدين ياخد بعضه يفضل قاعد بيشتغل كده ويفطر في محطة البنزين، ويفضل قاعد شغال لحد حوالي الساعة 8:30، وبعدين يرجع بيته تاني بالعجلة، يعني ما يمتلكه من حطام الدنيا، بالعجلة يسوق العجلة بتاعته لحد العمارة. طيب وسايب العمارة في عهدة الست بتاعته، في عهدة مراته عشان لو في طلبات للسكان ولا ده عم ممدوح. وده اليوم بتاعه، بتشتغل كل يوم يا عم ممدوح؟ اه. طب جمعة وسبت؟ اه. يا عم ممدوح تعب عليك، الرزق يحب الخفية يا باشا. عم ممدوح بيشتغل عمليا فوق ال 15 ساعة متواصل، يعني لو الدنيا شمس عم ممدوح شغال، الدنيا برد عم ممدوح شغال، انت بتاخد اجازة بس عم ممدوح شغال، انت بتعيد وعم ممدوح شغال. انت عارف لو كل المصريين بيشتغلوا زي عم ممدوح احنا نبقى فين؟ لو احنا كلنا نشتغل 8 ساعات، مش هقولك ال 15 ساعة بتوع عم ممدوح. عم ممدوح في صيام في غير صيام شغلته مجهدة، واحنا عندنا ناس بتكسل تقعد على المكاتب، بيكسل يقعد على الكرسي وقدامه المكتب والتكييف شغال. ده كفايه الابتسامه الحلوه بتاعت عم ممدوح وملغيته، ملغيه ولاد البلد، لما يقعد يهزر مع الناس ويتكلم ودمه خفيف وطيب وامير الامراء، حته سكر. انا بتكلم بجد حقيقي يعني. وقلت له عم ممدوح انا عايزك تتفرج النهارده على البرنامج، قال لي انت اللي بتطلع في القناه الاولى. قلت له ايوه. قال لي انت هتطلع النهارده؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا هتكلم عنك يا عم ممدوح. قال لي هتقول ايه؟ قلت له اعتبرها مفاجاه، عايزك تقعد النهارده الساعه 9:30 علشان تشوف انا هقول عنك ايه يا عم ممدوح. انا عجبني جدا، عجبني جدا. عم ممدوح مش قاعد على مكتب بيرازي في خلق الله، عم ممدوح بيشتغل شغلانه صعبه بدراعاته، يسوق العجله رايح ويسوق العجله جاي، ويصحى كل يوم من 6:30 الصبح عشان يشتغل وياكل عيش بالحلال وياكل عياله حلال. لو كلنا عندنا انتاجيه عم ممدوح ده احنا نبقى الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، ده بجد مش هزار. ربنا يديك الصحه يا عم ممدوح، ويا ريتنا كلنا نقدر نتعب تعبك ده حقيقي يعني. يا رب يكرمه يا رب ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب تعالوا بقى نخش على الكوره. إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، تلك هي المفاجأة واللي فجرها النهاردة تحديدا ناقدنا وكاتبنا الرياضي اللامع أحمد درويش. هو أول واحد قال إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر. ازيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف وحشني، كل سنة وحضرتك طيب وأنت بصحة وسلامة، عليك ورمضان كريم.
قبل اي تفاصيل خليني اقول لك ان انا مستمتع جدا بمقدمه عم ممدوح، شفت؟ والنماذج الطيبه الحلوه دي فعلا تستحق يكون اه والله في مقدمه الصفوف. يستحق الاشاده. وبعدين انا وانت اصحاب، فما ينفعش تقول لي يا استاذ في اول الكلام ولا في اخره ولا في نصه عشان اقطع عليك الخط خالص. ابو حميد، كلمني على مفاجاه ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني. طيب بلغه الصحافه اللي انت بتحبها بقى نحكي تفاصيل وشويه كواليس. ايوه. بعد رحيل مغفور له او المشكور او اي حاجه كيروش، البطوليه كيروش، عقد اتحاد الكوره جلسه يوم الاحد، اتفق ان بعد كيروش ما يمشي هنعمل اجتماع يوم الثلاث. يوم الثلاث ده هو النهارده، هنختار فيه جنسيه المدير الفني، جنسيه المدير الفني منتخب مصر. لو مصري هنعلن الثلاث، لو اجنبي هناخد شويه وقت ونقول للناس احنا استقرينا على مدير فني اجنبي، بنفاضل ما بين عده سير ذاتيه وهنقول لكم في التوقيت المناسب. طيب هنا يجي اول سؤال اقطعك عليه بقى، يعني ايه جنسيه؟ يعني هو انا بقيم بالجنسيه ولا بقيم بالكفاءه والسي في؟ بص انا بقى ايه هشرح لك القصه ماشيه ازاي. اه لو هو مصري، لو هم استقروا ان هو مصري، فكان الامر محصور من اتنين، فهيطلعوا يعلنوا في اليوم ده لانهم هيعملوا عمليه تصويت. لو اجنبي في عده سيره ذاتيه في ايد محمد بركات وحازم امام، هيتم تكليفهم ان هم يصفوهم ويجوا يقولوا المجلس معانا مين، بس هيطلعوا يقولوا للناس يا اعلام يا جماهير احنا استقرينا النهارده الثلاث ان المدير الفني اجنبي. ماشي. اما في حاله المصري فهيتم الاعلان في يوم الثلاث. اوكي. تمام؟ ماشي. كل المؤشرات كانت ماشيه في سكه مين يا صديقي؟ كل المؤشرات كانت ماشيه في ان يكون المدير الفني الجديد هو مدير فني اجنبي. وتم منح صلاحيات كبيره للثنائي حازم امام ومحمد بركات ان هم يشتغلوا في الملف ده بقوه. ايه اللي حصل النهارده على ارض الواقع بقى؟ ايه؟ حصل عمليه تصويت. حصل عمليه تصويت. فكان التسع اعضاء او مجلس اداره اتحاد الكره تكون من 9، التصويت 7 لصالح المدير الفني المصري و2 لاجنبي. الاثنين الاجنبي مين؟ محمد بركات وحازم امام. أوكي. اعترض بشده يا استاذ يوسف او يا صديقي العزيز على تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. كان يرغب بركات وحازم امام في ان يكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مدير فني اجنبي يعمل على مشروع صاحب اسم ويستطيع ان يضيف للكره المصريه. يعني هل اقدر هنا افهم هنا انه بركات وحازم كانوا معترضين من حيث المبدا مش من حيث الاسم، يعني مش على اسم ايهاب، على فكره احنا عايزين اجنبي. يعني تقدر تقول كده. وكمان هم كانوا شايفين ان الكره المصريه في التوقيت ده الاصلح ليها مدير فني اجنبي، وان الاسماء الموجوده في الكره المصريه حاليا ما حدش فيهم يقدر يشيل مسؤوليه منتخب مصر. ده كانت وجهه نظر الثنائي حازم امام ومحمد بركات. لما بدا الاجتماع وحصلت عمليه التصويت، الاثنين سجلوا اعتراضهم الرسمي من خلال محضر مجلس اداره ان هم مش موافقين على الاختيار ده، لكن طالما الاغلبيه شايفه كده فالقرار بيعتمد، لكن ده تسجيل او توثيق للتاريخ عشان بعد كده لما يحصل حاجه هيطلع يقول لك انا اعترضت بصوره رسميه من خلال محضر مجلس اداره واصبح ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. دي مش مفاجاه عشان ابقى واضح معاك. كده دي مش المفاجاه، امال المفاجاه ايه؟ دي مش مفاجاه، لا مش بالنسبه لي مش مفاجاه. ليه بالنسبه لي مش مفاجاه؟ لان انا شخصيا عارف من 48 ساعه ان لو في مدير فني مصري فرقم واحد هيكون ايهاب جلال، رقم 2 كان ينافسه من بعيد علي ماهر وليس حسام حسن نهائيا. يعني عشان بس نبقى صحيح الصوره، الناس اللي عايزه تعرف معلومه صح، حسام حسن لم يكن من ضمن المرشحين لتولي قياده المنتخب. في رايك كان ايه؟ كان ايهاب جلال وبفارق كبير جدا. شوف جدا ايهاب جلال كان مرشح قبل كيروش، انا فاكر كنا بنتكلم انا وانت سوا، وكان ايهاب جلال واحد من المرشحين قبل ما يتم الاستقرار على انه يجي مدير، ان كيروش يجي مدير فني. السؤال بقى ليه استبعد اسم حسام حسن في رايك؟ ليه؟ لازم اجابه ارجوك، شغلتي. طيب حسام حسن يحظى بظهير شعبي والناس نفسها طبعا الفرصه،
لكن طبيعة شخصية التوأم حسام وإبراهيم لن تتراقى مع شخصية الناس اللي ماسكة تحت الكورة في السنين الأخيرة، عشان أبقى واضحين. ماشي. حسام وإبراهيم عندهم من الغيرة والحماس، ومش عايز نقول الدكتاتورية في الرأي، ولكن لا يقبل بالتدخل النهائي في سير عملهم، وعندهم بعض الصفات مش ما عند الناس اللي ماسكه اتحاد الكوره، لا ده ولا السابق، عشان ابقى واضح معاك. فمن الصعب ان يتولى حسام ابراهيم الامور في التوقيت الحالي. اوكي. حسام ابراهيم اسماء كبيره، قدمت الكوره المصريه حاجات كثيره وعظيمه طبعا. جدا. الناس بتطالب ان احنا عايزين ناس يتمتعوا بشخصيه، يتمتعوا بروح، يتمتعوا بغيره، لكن هذه المواصفات مع القياده الحاليه في اتحاد الكوره او القياده الحاليه كانت السابقه في اتحاد الكوره، طبيعه الشخصيه ما كانتش تتوافق قوي يا استاذ يوسف، وبالتالي حسام ابراهيم دايما دايما مطروحين على المستوى الشعبي والجماهيري، لكن على مستوى المكتب والغرف المغلقه حسام ابراهيم خارج دائره الترشيحات، عشان ابقى واضحين مع الناس. ماشي. ايهاب جلال مدير فني يتمتع بهدوء الشخصيه، يتمتع ب اسم كويس، يعني انا اسف يعني في اللفظ، هم يعني بيصفوه باسوأ الوحشين، يعني 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 البعض بيصفوا باسوأ او افضل، خلينا نقول ايه، افضل حلول ممكنه على ارض الواقع، افضل الخيارات المتاحه، افضل الخيارات المتاحه. لكن هل هذا هو حل مسكن ام حل مشروع لمده 4 سنين؟ خصوصا كمان ان في تصريح النهارده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، له مني كل الاحترام والتقدير، قال ان عقده سنه. سنه ده عن استاذ يوسف من 1/5 لحد 1/5 اللي جاي. هل تعلم ان كاس الامم الافريقيه المقبله في شهر 6 هتبقى كارثه لو عقده سنه؟ يعني معنى كده ان مدير فني منتخب مصر عقده هينتهي قبل كاس الامم الافريقيه بشهر. طبيعي ان انت لو بتعمل حاجه يا بتعملها صح يا ما بتعملهاش. احنا محتاجين مدير فني. المفروض يا استاذ يوسف احنا مش حق تجاوب، يعني ايه؟ حضرتك عندك كاس امم افريقيه في شهر 6 سنه 23، وعندك كاس امم افريقيه في شهر 6 سنه 25، وكاس عالم في 2026. يعني المدير الفني اللي جاي لابد ان يشتغل في 4 سنوات مقبله، 2 كاس امم وكاس عالم. كمان حظك كويس، حضرتك كاس العالم اللي جاي انت في 9 منتخبات من قاره افريقيه هيصعدوا، تبقى كارثه لو منتخب مصر مش فيهم. وبالتالي انت محتاج مدرب يشتغل. هل تعلم مثلا يا استاذ يوسف ان المانيا خلال 115 سنه تولى تدريب منتخب المانيا 11 مدير فني؟ في 115 سنه؟ نعم؟ في 115 سنه؟ حضرتك مدير فني. ايه ده؟ يعني استقرار ما بعده استقرار. التجربه شوف مثلا يعني لو تبص على التجربه الفرنسيه، يعني فرنسا نظمت كاس الامم الاوروبيه على ارضها وخسرت النهائي، ورغم كده جددت الثقه في جديد الشام وكسبوا كاس عالم والامور بتمشي. طيب هنا يبقى في عندي سؤال بقى. انت عايز مشروع. الناقد احمد درويش لو هو له راي في هذا الموضوع داخل الاتحاد، يرجح كفه بركات وحازم ولا يرجح كفه السبعه الاعضاء الاخرين؟ بالطبع حازم وبركات كرامات كبيرة وآراء فنية صعبة. السؤال بقى صعب ورأي شديد. هل كمان احنا محتاجين مدير فني أجنبي كان يشتغل على مشروع؟ طب هل بركات وحازم كان في ذهنهم أو أفصحوا عن أسماء محددة؟ أنا ما أعلم يا أستاذ يوسف إن مثلا كان في مدير فني ماسك كوت ديفوار عنده 43 سنة، مدرب كويس جدا اسمه باتريس بوميل، ده لسه كان ماسك كوت ديفوار وكان مساعد لهيرفي رينارد المدرب الفني الفرنسي الشهير والتلمذ على ايد مانويل جوزيه، وسعره كويس وخبير بالكره الافريقيه، لانه اشتغل مثلا في كوت ديفوار واشتغل في المغرب، كان المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 23 سنه. فده من ضمن الاسماء المرشحه، وكان في ذهن كابتن حازم امام، يعني ده حد كويس جدا مثلا من ضمن الاسماء. احنا كنا محتاجين حد بالطريقه دي. طيب يعني هل نجيب حد 70 سنه كيروش ولا نجيب حد احنا مضطرين له؟ في رأيك أتمنى في رأيك ترجيح الاسم ترجيح الأسماء المصرية ده كان من باب ترشيد الإنفاق لو صح التعبير، ولا إنه كان فيه اعتبارات تانية؟ ضيق الوقت. ضيق الوقت. الخوف من المغامرة. الخوف من المغامرة وضيق الوقت وامتصاص الغضب الشعبي بسبب خروج من كأس العالم. وكمان البحث عن مدير فني ما عندوش خلفية أهلي وزمالك
عشان ما نزعلش حد وبالتالي ابقى كسبان الجميع. اديك معلومه ما حدش اتكلم فيها في مصر، ممكن انت تكون اول واحد اتكلم فيها في مصر. دي اقول دايما مدربين المنتخبات من النادي الاهلي او الزمالك المنتخبات، هل تعلم يا استاذ يوسف ان مدير الفني لمنتخب 2003 هو كابتن محمود جابر والد عمر جابر من النادي الاسماعيلي؟ وهل تعلم ان مدير فني لمنتخب 2006 هو كابتن محمد وهبه من النادي الاسماعيلي؟ وهل تعلم ان المدير الفني الاول لمنتخب مصر هو الكابتن ايهاب جلال من النادي الاسماعيلي؟ ودي سابقه لم تحدث في تاريخ الكره المصريه. الثلاث منتخبات الحاليين في الكره المصريه الاول والشباب والناشئين من ابناء النادي الاسماعيلي، يعني دي ما حصلتش في التاريخ قبل كده. وبالتالي لسه منتخب الاولمبي طبعا لم يشكل حتى الان، لكن هم اختاروا. اصبحنا في امر واقع يا استاذ يوسف، احمد درويش او يوسف حسين لا يملك التغيير دلوقتي، نملك الدعم والمسانده والدعاء بالتوفيق كلنا خلف ايهاب جلال. نتمنى ان نكون من اصحاب الراي الخاطئ وان تنجح التجربه وان يثبت ايهاب جلال انه جدير بالمنصب. ايهاب جلال مدرب كبير وكان هيمسك المنتخب قبل عصام البدري وكان هيمسك المنتخب قبل كيروش. على مستوى الانسان شخص محترم وبيشتغل كويس وبيذاكر كويس. لا نملك الا ان احنا نقعد بقى كلنا في ظهره، لان هو مش في ظهره، هو في ظهر منتخب بلدنا. طبعا 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 مفيش خلاف. انا بشكرك جدا 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 يا احمد، كل الشكر ليك. وتاني بنشكر الناقد والكاتب الرياضي اللامع احمد درويش. دي قصه اختيار ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني المصري. الفيصل هيبقى الماتشات اللي جايه، ربنا كبير. تعالوا نروح ل فاصل، صح كده؟ اللي جاي فاصل قالوا لي. فاصل بقى ونرجع نكمل الكلام. النهارده كمان من ضمن يعني المفهوم والمضمون لهذه الحياه الكريمه ايضا هي الفئات الأخرى وهي القبائل والعائلات المصرية. هو مجلس موقر في قبائلنا وأهالينا وعائلاتنا اللي موجودين في يعني الفئات المختلفة. احنا طبعا النهاردة بنعمل بروتوكول معاهم بيشمل تأهيل وتدريب الشباب اللي موجودين في هذه القبائل، بيشمل كمان ممارستهم في الأنشطة المختلفة سواء داخل المحافظات الحدودية أو يعني في المجتمع المصري ككل. بنستخدم كل آلياتنا، كل برامجنا إن احنا نكون موجودين مع يعني هذا المجلس. والمجلس قائم، له كيانه وله تفعيلاته وله اجتماعاته. احنا كمان ده يعني بندخل في هذا المجلس للتفاعل. يعني الحقيقة بيسعدنا جدا التعاون مع وزارة الشباب في هذا البروتوكول، هو هيضيف جدا لطلاب الكلية عن طريق توفير فرص تدريب للطلاب لإعدادهم لسوق العمل. وأيضا الكلية من خلال مراكزها البحثية تستطيع أن تقدم أعمال بحثية خاصة بالشباب توفرها للوزارة، دراسات خاصة بتوفير فرص عمل للشباب، دراسات خاصة بالهجرة غير المشروعة، دراسات خاصة بزيادة الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات. فهذه الاتفاقية في الحقيقة ستعود بالنفع على كلية الاقتصاد وطلابها، وأيضا فيها جانب أيضا خاص بوزارة الشباب وهو إعداد دراسات خاصة بالشباب للوزارة. سعداء جدا 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 لدعوة معالي الوزير لتوقيع البروتوكول دوت، وإحنا إن شاء الله تعالى بنرجو أن البروتوكول ده يمكن الطلاب بتوعنا من تأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع المبادرات اللي وزارة الشباب والرياضة بتطرحها، والمبادرات كتير جدا وزارة الشباب والرياضة بتطرحها لتأهيل الشباب لسوق العمل. فإحنا بنرجو أن إحنا نتعاون مع الوزارة في هذا المجال لتأهيل الطلاب بتوعنا من طلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية في هذا المجال. ناقشنا مع سعادة الوزير الحقيقة برضو مبادرات تانية كتيرة جدا للتعاون مع الوزارة، وإن شاء الله إحنا كلنا استعداد لعمل كل ما يلزم للتعاون مع الوزارة ومع معالي الوزير إن شاء الله تعالى. كبير قوي في كوريا، انتم متخيلين؟
والله العظيم النهارده في حدثين اصل بالنسبه لي، يعني حدث منهم محمد صلاح متصور جنب مسلسل مكتوب عليا بتاع اكرم حسني وبيقول له انت جامد، وملاطفات ظريفه حاصله ما بين اكرم حسني ومحمد صلاح، مو صلاح مو صلاح. ومن ناحيه تانية الكوريين بيكتبوا على الكبير قوي، ده حقيقي. وبعدين احنا لقينا انه ساره هجرس وهي واحدة من كاتبات هذا المسلسل اللي على ما يبدو مكسر الدنيا، واللي أنا حظي وحش أنه ما اتفرجتش عليه، يعني بعد ما كل الناس عمالة تتكلم 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 الكبير قوي الجزء السادس الكبير قوي الجزء السادس، فلقينا سارة نشرة بوست من جورنال كوري. طبعا أنا مش عارف هي سارة بتعرف تقرأ كوري ولا لأ. سارة سعد هجرس بنت الأستاذ الكاتب العظيم الرائع الأستاذ سعد هجرس رحمة الله عليه، واحد من أبناء الجيل الذهبي في الصحافة المصرية، واحد من أبرع المحللين السياسيين الله يرحمه، واللي كان الصديق الأنتيم لأبويا برضه الله يرحمه. فسارة أختنا، يعني سارة سعد هجرس أو باسم الشهرة سارة هجرس، إزيك يا سارة؟ يا يوسف إزيك، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. انا لهلوبه في الكوري على فكره. لهلوبه في الكوري؟ لهلوبه. واضح. النبي انا عايز اعرف هو انت جبتي البتاع الكوري دي منين وفهمتي منها ايه وازاي؟ ما فهمتش حاجه طبعا، انا فهمت بس ان كان في حدث ما او ايفنت وان الناس تبادلت ان في عاملين فيرجن مصري او سبوفينج على سكويد جيم الكوري الشهير. فالناس احتفت، مش عارفه ليه، هل تهموا الهاتف بتاعنا مثلا ولا هم ولا مش عارفه ايه يعني السياق بصراحه. يا ترى هم كاتبين فرحانين ولا كاتبين متضايقين ولا ايه بالظبط؟ بيسموني ولا ايه؟ بس يعني انا اتبسطت بقى، قلت اضيف يعني، ففضلت بقى اتبسطت قلت يا سلام. تمام كده خلاص. طبعا كده خلاص يعني الكبير قوي ست عدى. خلاص اديت رسالتي. الحمد لله. الحمد لله. سارة انا في اسئله كتير لكن خليني هسال باعتبار ان انا كنت بتكلم على الاستاذ سعد الله يرحمه. واحد من ابرع المحللين والكتاب السياسيين، لكن سارة هجرس اصبحت واحده من ابرع الكتاب الساخرين، ايه اللي وداكي ناحيه الكتابه الساخره يا سارة؟ يخلق من ظهر العالم فاشل. لا يا ستي، العفو، يخرق من ظهر العالم كاتبة ساخرة. يعني عادة الواحد بيرث حاجات من أهله وبالذات ولاد اليسار القديم، فتلاقيهم واخدين خط كده، فأنت رحتي بعد عن الخط ده خالص، ووسع وسع على رأي عبد الرحمن الأبنودي ومحمد رشدي ودخل في الكتابة الساخرة. والله أنا دخلت القصة كلها يعني بدون أي خطط مسبقة خالص إطلاقا، يعني هي كانت محض صدفة شديدة يعني، وعمري ما كنت ادعي ولا اجرؤ ولا اقدر. انت عارف انا نشات في بيت استثنائي وانت مش بعيد عن عارف يعني اجواءنا. فانا لحسن حظي الحقيقه ان انا نشات في بيت استثنائي، فكان بطبيعه الحال ان احنا عندنا صالون شبه يومي في بيتنا، في بقى اشاوس اشاوس الفنانين والسياسيين واقطاب اليسار، انت عارف الاجواء دي. طبعا. فانا غصب عني، وانا كنت شديد الارتباط بابويا يعني، فكنت ملاصقه لي يعني. فاحنا كان عندنا صالونات شبه يوميه او دوريه، نجم بقى وامام وصلاح جاهين والحاجات الفلالي دي. وانا قاعده بقى لازقه في ابويا وكده، فاظن طبيعه الحال يعني ايه، اخذت فكره عن الكلام الجامد. ايوه صح، فكره الكتابه العاميه وفكره السخريه من صلاح جاهين ونجم برضو، دي مدرسه بنت لذينه يعني. لا، ما انا لا اجرؤ بقى يعني، انا مش ههوت خالص. بس انا اظن ان انا ايه يعني، اللي بيقرا شويه بيعرف يكتب شويه، انا اظن كده يعني. فانا طبعا انا كنت محظوظه ان انا نشات في مناخ اهلني يعني ان انا يعني امتص من الناس دي حاجات مميزه جدا، وكان عندي مكتبه كبيره فكنت مضطره اقرا. علشان هروح فين يعني انا مضطره؟ فاللي بيقرا شويه اظن انه بيعرف يكتب شويه يعني. فدي كانت البدايه، بس البدايه بقى الفعليه اللي انا دخلت الكتابه هي كانت ليها اي علاقه بابويا الحقيقه. هي كانت انا كنت في كليه فنون جميله، وكان واصدقائي احمد امين صديقي معايا في، احنا خريجي فنون جميله احنا اثنين، واحنا كنا بنقعد نعمل الهبل بتاعنا ده على القهوه كده، ونقعد نكتب شعر ونهرتب ونعمل بس انا عمري ما اخذتها جد خالص. واحمد كان دايما بيزن عليا اكتبي اكتبي، وانا عارفه عشان شايفه الحاجات اللي بجد الحق حقيقي، فانا حاسه ان يا جماعه ما تخلونا في حالنا، بلاش نهزق نفسنا.
فلغايه بقى لما احمد الحقيقه اقنعني جدا ان احنا نعمل حاجات، بدانا على الديجيتال حاجات على السوشيال ميديا ازاي تعمل حاجات في 30 ثانيه والبريك، ثم موضوع صور البلاتو، ثم مسرح، ثم امين الشركاء، ومشيت بقى. وانطلقت ساره هجرس في الكتابات الساخره. لو زقوني والله لقوني قاعده في الفجر كده لوحدي. طب الجزء السادس بالتحديد حصل فيه تغيرات دراماتيكيه لو صح الكلام، يعني بقى بالتعبير الكلاسيكي كده، من هديه لمربوحه، وده كان الانتقال الناعم او الانقلاب الناعم. جبتيها ازاي دي؟ والله احنا اول ما قعدنا، قعدت طبعا مع مؤلفي الاجزاء السابقه والحالي طبعا عز وصقر، مصطفى صقر ومحمد عز، اول ما طلبوا مني ان انا اشاركهم السيزون ده، في الجلسات الاولى يعني بدانا، هم كانوا بيقولوا ان هم يعني هم كانوا اصحاب فكره اقتراح ان في شخصيه نسائيه جديده، مش هديه، مش امتداد هديه، تكون شخصيه جديده بطوله نسائيه. فقعدنا نبني شخصيه مربوحه، وكان الهدف الرئيسي من في بناها يعني في الكاركتر بروفايل بتاعها ان هي تكون بعيده كل البعد عن شخصيه هديه، لاعتبارات كثيره منطقيه الحقيقه. ان اولا ارتباط العاطفي للجمهور بشخصيه هديه، واحنا شعب عاطفي يعني بيتورط عاطفيا مع مع اللي بيحبوه، فهم مرتبطين طبعا بالكبير وهديه، كبير وهديه، فما كانش ينفع يبقى في مساس بالعلاقه المقدسه دي عند الجمهور. فما كانش في حل غير ان احنا نعوم على عوم الناس، يعني الناس مش عايزين حد غير هديه، طب واحنا مش عايزين حد غير هديه، الكبير مش عايز حد غير هديه، ولازم الكبير يتمنى، احنا كمان مش عايزين كبير عايز حد عايز غير هديه يعني. فعملنا شخصيه ان هو اجبر على الجواز من مربوحه، لاعتبارات بقى حضرتك ما شفتش المسلسل يا استاذ واتفرج. بيقعدوا يحكوا لي والله. ولادي مدمنين الكبير عموما. لا طب اتفضل يعني شاركنا. انا هعمل كده. شاركنا الفرحه. لا هعمل كده والله. ايوه ارجوك. فجت بقى مربوحه ان احنا نبعد عنها بخط درامي جديد بقى خالص، بكاركتر بروفايل جديد، عشان ما يبقاش فيه مقارنه خالص بينها وبين هديه، اما عن وجودها بقى فكان ضروري ان احنا زي ما بقول كان دخول امن، يعني لازم نخش كده ايه بحذر. ان هي تبقى في الاول فعلا مش متقبله من الكبير وعيلته، وان هم يصطدموا ببعض، ثم يحصل شويه مفارقات، ثم يعني تخش كده ايه تتسرسب كده، وده الحمد لله نجحنا فيه بفضل ربنا يعني الحمد لله. والناس حبوها جدا جدا. قصه الكبيره فحت دي اختراع مين بقى؟ اختراعك برضو ولا ايه؟ اختراع احنا قعدنا في البرين ستورمنج او العصف الذهني، يعني ان هو برضو يعني كانت نتيجه لان الكبير ضروري يجبر على الجواز، ان هو ما بقاش عايز يجبر، هو رافض الجواز لان هو بيحب هديه. بس في حاجه حد بيجبره، مين بقى اللي مين ليه ابر هاند بقى ومين ليه يد عليا؟ كده ما فيش. ما فيش حد، ده الكبير. فكان لازم بقى نجيب الكبيره فحت من الجبل بقى، من مصاريف الجبل. علشان هي بقى تبقى عمته وليها ليها القوه الغاشمه دي انها تجبره بالقوه يعني ان هو يتجوزها. فطلعت بقى الكبيره فحت بقى، وقعدنا نرسمها بقى واحده واحده لغايه لما طلعت انت مش مظبوط يا ابني الحاجات دي. لا بصراحة أنا يعني أنا عاجبني التوليفة، واللي عاجبني جدا البز اللي اتعمل حوالين المسلسل، لأنه أنا كنت حتى امبارح بقول يا جماعة من كم الناس اللي بتتكلم عن المسلسل إيجابيا وعلى مستويات المشاهدة بتاعته، فسحب البساط سحبة من آخرين كثر بصرف النظر هم مين، بس يعني سحب البساط سحب البساط. وتوقيت العرض بص يا التوليفة كلها يعني أكتر من رائعة. عايزين نشكرك يا سارة بجد والله على مشاركتك في العمل ده، اللي انا شايف انها مشاركة بالتأكيد ايجابية وفعالة جدا. سارة هجرس طبعا عندي اكيد انحياز لسارة سعد هجرس، ليه؟ لانه زي ما بقول سارة دي اختنا يعني، واصغر مني طبعا بحبة حلوين، لكن هو انت عارف الواحد لا يستطيع نفي انحيازاته اليسارية الماركسية، والانحيازات بتاعة الاصدقاء العائلة، وانحيازي تحديدا للأستاذ سعد هجرس اللي كان ليه فضل عظيم علي بعد وفاة أبويا الله يرحمه. لولا مجموعة من الجلسات واللقاءات مع الأستاذ سعد الله يرحمه بعد وفاة أبويا أنا كان زماني هجرت، مش هزار، بدون مبالغة، الله يرحمه حقيقي يعني. الله يرحم الاثنين فعلا فعلا. على كل حال انا ببقى سعيد جدا لما انا بشوف نجاح لعمل مصري خالص بجهد مصري خالص بافكار مصريه خالصه، ببقى سعيد جدا. وزي ما كنت بقول لكم امبارح عندنا مسلسلين
كوميديا أو مسلسلين ساخرين زي مكتوب عليا وزي الكبير قوي في جزءه السادس، مكسرين الدنيا، مكسرين الدنيا بالمعنى الحرفي. الناس تشاهد المسلسلين دول من المحيط للخليج، محيط للخليج. مو صلاح بيتفرج وهو في لندن أو بالأدق هو في ليفربول، والجماعة الكوريين بيتفرجوا، يعني في أكتر من كده إيه. ألف مبروك لصناع المسلسل على هذا النجاح، وأيضا لصناع مكتوب عليه، باعتباري لأن أكيد عندي انحيازاتي ناحية أكرم صديق العمر والشقة. هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم مره تانيه. على ما يبدو النهارده حلقه الانحيازات، لان انا عندي انحياز لبيت رمزي، يعني هكذا يطلق على هذه العائله. طبعا في زميلي العزيز واخويا الاكبر وصديقي الحميم ورفيق السفر الطويل سياده النائب ايهاب رمزي، بس كمان اظن كلنا دون استثناء واحد يذكر، كلنا نحب جدا الفنان والنجم الكبير هاني رمزي المتالق دائما. بس احنا اتعودنا، مش هقول لك كل حاجه، بس اتعودنا انه النجم هاني رمزي هو واحد من صواريخ الكوميديا العربيه. فلما نشوفه في ظهور تراجيدي مذهل في مسلسل العائدون، وجب علينا الاتصال علشان نفهم. اهلا 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 بحضرتك. ازاي حضرتك يا استاذ يوسف؟ وكل سنه وانت طيب. يا رب يخليك وحضرتك بالصحه والسلامه، ربنا يخليك يا رب. رمضان كريم. الله اكرم، ربنا يخليك يا استاذ هاني. استاذ هاني، زي ما كنت بقول، احنا تعودنا على النجم هاني رمزي كصاروخ كوميديا. الظهور يا حبيبي والله انت ده من محبتكم بس. لا والله احنا كلنا بنحبك، وانا بالذات يعني اكن محبه خاصه لعائله رمزي، لبيت رمزي بالتحديد يعني، ودايما افضل فاكر. بحبك جدا وليك معزه يا رب يخليك. بنقدر كل شغلك بصراحه. لا ده احنا يعني كمان مقدرين. انا اظن يجب على الناس تعلم انه بيت رمزي قدم حاجات كتير جدا في فترة الصعبة جدا اللي حكمت فيها جماعة الإخوان مصر لمدة سنة، وقدمته الغالي والنفيس، ودي حاجة لا يجب أن تنسى على الإطلاق، بيت رمزي بكامله. فلازم دايما نبقى فاكرين. احنا ما عملناش حاجة، احنا عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجة. يا نهار أبيض. اللي عملوا هم أهل مصر والقائمين على مصر والناس اللي بتحب مصر. كل واحد شارك وكل واحد عمل وكل واحد نزل الشارع في 30/6 وكل واحد حافظ على بيته وعلى أرضه وعلى حارته وعلى جيرانه، كل واحد في مصر عمل كده يعني. هل ده من ضمن المسببات اللي خلت مع حفظ الألقاب هاني رمزي يشارك في العائدون، فكرة تحمل مسؤولية فنية وثقافية وصناعة وجدان وتاريخ وما إلى ذلك؟ والله استاذ يوسف انا عايز اقول لك على حاجه. مسلسل عايدون ده مسلسل يعني بيكشف حقائق كتيره جدا وورانا حاجات احنا ما كناش عارفينها. احنا كمواطنين عاديين ما نعرفش خبايا كتير وما وراء الحوائط وما وراء الوجوه، بيبقى في وجوه اخرى. فاحنا المسلسل ده كاشف لحاجات كتيره جدا، وخاصه حياه الدواعش وفي نفس الوقت تخطيطهم وامالهم في السيطرة وفي الخلافة والحاجات دي كلها. كل ده أعتقد أن المسلسل بيّنه بشكل كبير جدا. أنا لما قريت المسلسل وجالي يعني الترشيح فرحت جدا، وقالوا لي أنت إحنا محتاجينك كضيف في المسلسل، فقلت لهم شرف ليا طبعا وشرف ليا المشاركة، وبحب شديد جدا يعني أقبلت على العمل ده. ولما قريت اكتشفت حقائق كتيرة جدا جدا. ده لسه المسلسل هيسخن وهيسخن، وهتشوف حاجات كتيرة جدا، حقائق بجد احنا مكناش نعلمها ولا المواطن العادي يعلمها. فلا، عمل مهم وشرف كبير لأي حد يشارك فيه، وفي نفس الوقت مكتوب بشكل عظيم جدا، وإخراجه كان بشكل كبير جدا، والإنتاج الحقيقة بطل مطلق في المسلسل ده. فإحنا عناصر يعني تعاوننا مع بعض علشان الناس تشوف العمل ده بشكل كويس جدا. وأنا بدعو مش المصريين بس ولا العرب بس، أنا بدعو أن المسلسل ده
يلف العالم كله، لان فعلا قضيه الارهاب تمس العالم كله طبعا. مش بتمس بلدنا بس. فهو مسلسل مهم، واعتقد ان شاء الله باذن الله هنلاقي ردود افعال قويه جدا من العالم كله مش من مصر بس. يا رب والله الناس تشوف وتفهم وتقدر تستوعب يعني حجم الكارثه اللي ممكن يعني تسبب خطوره شديده على كل الشعوب. طب طبيعه الدور ده مش زي ما كنا متعودين، يعني احنا مش بنتفرج على هاني رمزي صاروخ الكوميديا، احنا بنتفرج على حد تاني خالص. هل هنعتاد هذه الادوار خلال الفتره الجايه؟ هي شكلها كده، شكلها كده. ها لان انا الحقيقه الحمد لله ردود الفعل كانت حلوه قوي جدا قوي من اول ظهوري لغايه الحلقات اللي موجوده دلوقتي. فانا استغربت ان الكل بينادي وبيقول لي لازم تشتغل دراما وتشتغل تراجيدي، انت جواك طاقات تانية لسه ما شفناهاش. انا مش هضحك عليك يا استاذ يوسف، انا استغربت ترشيح، يعني جراءه منهم وبشكل غير عادي. قلت لهم انتوا اكيد انتوا مرشحيني فعلا في الدور ده، قالوا لي اه. قلت لهم طب اوكي انا بقى هقبل التحدي، لان كان الترشيح بالاجماع الحقيقه. فاستغربت جدا الـ يعني انه ليهم بعد نظر كده فيا. فجت الفرصه اني اغير من جلدي وان اوري الناس ان في جانب اخر لهاني الكوميديان، في ممثل يعني، في ممثل ممكن يتحدى وممكن يجتهد وممكن يبقى وجه جديد في عمل مهم. فانا مبسوط ان انا وجه جديد، يعني انا كانوا بيقولوا لي هنكتبك ازاي على التتر وكده، والله فكرت قلت لهم اكتبوا الوجه الجديد، بس انا قلت لا بس اتريق ولا حاجه، بس انا فضلت ان يتكتب ضيف يعني وكده. يعني انا اشوف ان ده مش بس بعد نظر، ده معناها انه طالما الترشيح بالاجماع فانه صناع العمل عارفين كويس جدا مين هو هاني رمزي وبيقدر يعمل ايه وحجم الموهبه وحجم طاقته التمثيليه ايه. الناس دي عارفه هم رايحين يعرضوا الدور على مين. انا استغربت، انا بقول لك انا اندهشت، بس لما لقيت فعلا ترشيح جاي باجماع وبموافقه، لان خلي بالك الادوار دي حساسه قوي ولازم يعني يبقوا مطمنين قوي للي هيعملها يعني. فلما لقيت الناس بتكلمني كده انا تقبل يعني قبلت ده بشكل ان انا قلت لا انا هغير من جلدي ويا رب اللي اعمله يعجب الناس. هو عجب الناس بزياده الحمد لله. فيا بختنا فعلا، انا سعيد بيها جدا، ده حظنا الحلو من ناحيه المسلسل. انا مبسوط جدا ان المسلسل ده ناجح مع الناس، واتوقع انه كمان الحلقات اللي بعديها تفرق كتير جدا. طبعا طبعا طبعا، احنا حظنا حلو واحنا سعدة جدا بان احنا شفناك بالدور ده، واتمنى ان احنا نلتقي في البرنامج لما وقتك يسمح. اتمنى ذلك. تشرف. لا ده انا اللي اتشرف، انا اللي اتشرف، مش كده ابدا. لا ده انا اللي اتشرف، يعني خبر ابيض. يا بختي، شرف كبير. يا بختي يعني. يا بختي يا بختي، الف 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 شكر ليك وتهنئه من القلب ومن العقل بالمناسبه على دور اكتر من رائع، اكتر من رائع. والجايات بقى ان شاء الله كتير، وهتنورنا ان شاء الله قريب في الاستوديو. كل الشكر لنجمنا الكبير هاني رمزي. خلوني اروح للمخرجه هاله خليل. خد بالك مخرجه معروفه متميزه، اسم من ذهب في مجال الاخراج، الا انه هاله خليل تقرر ان تخوض تجربه التاليف وتعمل احلام سعيده. ده بقى الجديد اللي بجد مش هزار. هاله اهلا بيكي. اهلا بيك. ازيك عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ده كارير وانت طيبه رمضان. ده كارير شيفت ولا تجربه؟ لا انا بكتب افلام. كويس. انا اصلا بكتب افلامي، فالكتابه يعني موجوده. بتكتبي افلام؟ انا بكتب افلام، لكن ما بتكتبيش اخراج حد تاني. بالظبط كده. بالظبط. وكمان دراما تلفزيونيه برضو اول مره، و30 حلقه برضو اول مره. اشمعنا بقى؟ ايه اللي حصل؟ والله هو اللي حصل انه المشروع كان تأليف واخراج. ماشي. وبعدين انا لقيت الوقت مش هيسمح. يعني كنت عايزه ادي الكتابه حقها، فلقيت انه مستحيل، يعني يا اما اختار الكتابه يا اما اختار الاخراج. الموضوع انا من الاول كنت كاتباه، يعني كنت كاتباه كفيلم. حلو. وقررنا ان احنا نحوله لمسلسل. فكان يا اما اسيب الكتابه ويبقى حد يتولى الكتابه واخرج، او العكس. فانا اخترت الكتابه الحقيقه.
ماشي. الترشيح او يعني مين كان صاحب قرار او فكره انه عمرو عرفه يبقى المخرج؟ يعني تقدر تقول بقى ما حصل تفكير بعد ما انا اعتذرت عن الاخراج، ابتدى بقى يبقى في تفكير جماعي. بقى أيوه. من المنتج ويسرى وانا، يعني انه مين فلان فلان فلان، لحد ما الحمد لله، يعني الحمد لله تم الاستقرار على الاستاذ عمرو عرفه. حلو جدا. انا مش هقدر افوت انه ده كان هيبقى فيلم، ليه غيرناه من فيلم لمسلسل؟ والله هي مشكلتي انا الدائمه من اول ما ابتديت اشتغل، ان انا موضوعاتي كلها ما اقدرش اقول عليها موضوعات نسائيه، ما هياش موضوعات نسائيه، بتناول قضايا نسائيه بس بطلاتي نساء. وده سببه برضو التاليف، لانه انا الافكار اللي بتجيلي بتبقى انا حاجه متاثره بيها، حاجه من تجربتي الشخصيه، يعني بتبقى حاجه مرتبطه بيا بشكل ما. يعني الثلاث افلام اللي اتعملوا كانوا طالعين من تجارب شخصيه. فبالطبيعه الرايتر بيبقى لما بيبقى ده يعني ده التوجه بتاعه في الكتابه، بيبقى غالبا بيشخصن نفسه كده في العمل يعني. فبتطلع البطوله النسائيه، فدايما انا يعني حتى يعني انا عندي سيناريوهات كتير وكتابات كتير لاني بكتب كتير، لكن انتاجي قليل لانه انتاج البطوله النسائيه ضعيف. دايما عندي مشكله ان انا الاقي منتج الحقيقي، وكان هذا العمل برضو من الاعمال والاخرى اللي عندي، وعندي اعمال ثانيه يعني بطولات نسائيه، ما بعرفش اجيب انتاج بسهوله. فالدراما التلفزيونيه فتحت المجال بصراحه اكثر من السينما، لانه ما فيهاش بقى مساله الشباك اللي بيخافوا منها المنتجين، فبقت مساحه ان انت تعمل اعمال لبطولات نسائيه. وبرده برجع اقول مش بالضروره موضوعات نسائيه، مش يعني يعني احلى الاوقات مش موضوع بيقضي بيناقش قضايا نسائيه. صح. مثلا ولا قص ولا نواره، يعني دي نظره امراه لحاله ما، للمجتمع، القضيه ما للمجتمع بالظبط. فهي اعمالي كلها كده، يعني مش انا معنيه بانه يعني انا وعنديش مانع طبعا، بس اقصد مش هو ده اهتمامي. يعني انا حاجه بتحركني في علاقتي بالدنيا بالمجتمع بالناس بالفكر باي حاجه بتطلع حدوته، يعني فتتحول لسيناريو غير دلوقتي بقى بطلت واحده ست ما بعرفش الاقي له انتاج. بس لا اتمنى على الاطلاق انه ده قد يؤدي الى انه هاله خليل تبعد عن السينما وتركز مع التلفزيون. لا والله عندي فيلم مع الاستاذ جمال عدل برضه. حلو. اسمه ليله الحنه، بعد احنا مستنيين المسلسل يعني. يعني انا يعني خلاص هسلم اخر حلقه من المسلسل وابتدي اعمل ري رايتنج للسيناريو، ومكتوب اوريدي يعني، واحنا متفقين عليه من الاول، وان شاء الله ندخله بعد العيد. واقفين قدام شباك التذاكر احنا من دلوقتي خلاص. احنا كده ضامنين علامه الجوده. اشكرك جدا يا هاله، اشكرك جدا 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 على المسلسل، واشكرك جدا على انك مش هتسيب السينما، ده بجد مش هزار. كل الشكر لمخرجتنا ومؤلفتنا المعروفه والكبيره هاله خليل، شكرا جدا لحضراتكم. بالمناسبه انا مبسوط جدا بالحلقه بتاعت النهارده، تسلم ايدين زملائي اداره التحرير وزملائي في الاعداد. لو كان لنا العمر هقابلكم بقى ان شاء الله كده يوم السبت بالليل، زميلاتي العزيزات شفكي المنيري ودينا عبد الكريم يكونوا موجودين خلال الايام الثلاثه اللي جايه، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.